السلام عليكم ورحمة الله من مدينة نور شوبينج، مدينة جميلة ورائعة من البداية. سبحان الله الملامح الجميلة تبدو، سبحان الله زي هيك في بعض الأشخاص أول ما تشوفه حتى عن بعد بتحبه، وفي بعض المدن سبحان الله أول ما تدخلها تدخل حب هاي المدينة إلى قلبك. فالمدينة من بدايتها سبحان الله إطلالة جميلة، حديقة جميلة ورائعة في مدينة نور شوبينج بالقرب من محطة القطارات. إن شاء الله ننتظر المتابعين عشان شوي نحكي هيك عن المدينة ونبلش نتمشى بالمدينة. المدينة تبعد عن مدينة ستوكهولم 160 كيلو. بعض المعلومات بحاول إني أعيدها ممكن عشان بعض الأشخاص يعني ما كان متابع معنا، وإن شاء الله نفيدكم بمعلومات عن المدينة. المدينة عدد سكانها يعني ممتاز بالنسبة للسويد، 96,000 إحصائيات 2016. مدينة جميلة فيها قطارات، شبكة قطارات يعني مختلفة عن بعض المدن. بعض المدن في السويد ما فيها شبكة قطارات، ممكن بس في مالمو ويوتوبوري ونور شوبينج، ما بعرف إذا في المدن الثانية في شبكات قطارات في الشوارع. طبعا بستوكهولم مترو تحت الأرض، في أكثر مدن السويد ما في. فالمدينة من بدايتها حلوة، حديقة سبحان الله يعني تدعوك إلى التأمل، أنواع ورود أشكال وألوان، تنسيق رائع جدا، جميل جدا جدا، أشكال الورود ألوان مختلفة متنوعة. يعني أترككم مع الطبيعة شوي وبعديها نبلش نحكي شويك عن المدينة ونتمشى بالبلدة القديمة ونشوف متحف المدينة الرائع ونشوف نهر موتالا. في نهر موتالا هون تقع على بحر البلطيق المدينة. بس خبرونا عن الصوت والصورة. هاي القطار البرتقالي والبرتقالي والبرتقالي. مدينة نور شوبينج 160 كيلو متر من مدينة ستوكهولم، ساعتين بالقطار. فأنا أدعوكم يا إخواني إلى التنقل والسفر والحركة. السفر يا إخواني الكرام بعلم الإنسان دروس كثيرة، بعلمك الثقة بالنفس، بعلمك التأمل، تشوف الكون بصورة مختلفة. يعني مش تضلك قاعد بنفس المدينة اللي أنت عايش فيها 20 سنة وتضلك تحكم على كل الدولة. أنت لما تطلع وتشوف أكثر من مدينة، هاي المدينة يطلق عليها مانشستر، مانشستر السويد، ويطلق عليها بيكينج، زي بيكينج هاي البكين من الصين اللي فيها 21 مليون طبعا بدون مقارنة. بيحكوا عنها بيكينج وبيحكوا عنها مانشستر، النيك نيم تبعت المدينة نور شوبينج. وتمتاز بصناعة النسيج، يعني كان فيها مصانع النسيج تكستايل أو تكستيل. فطمنونا على الصوت والصورة نفرجيكو. هاي نحن هيك مقابل المحطة، محطة القطارات. دائما يا اخوان الكرام خلي واحد بس يتابع معنا يقول لنا الصوت واضح الصورة واضحة عشان ناخذكم جولة في وسط المدينة. هيك احنا باتجاه محطة القطار، بس نفرجيكم هالاماكن الحلوة اللي حوالين المحطة، فيها شبكة مواصلات رائعة وجميلة جدا. يا ريت بس تبلغونا وشو تتوقعوا انتم من الفيديوهات ومن زيارات المدن، مدن اللي احنا قاعد بنقوم فيها. يعني انت لما تتابع شو هدفك ولايش بدك تصل؟ هل بدك تعرف عدد السكان؟ هل بدك تعرف المواقع؟ هل انه انت بتبحث عن سكن في مدينة جديدة ومش عارف وين رايح وتايه؟ هل شاعر انه هاي الرحلات مفيدة لك من اي ناحية؟ يا ريت تشاركونا هيك بآرائكم عشان نطور من الموضوع. هاي محطة القطارات، شكرا شكرا اخت نجلة. وهي القطار هذا تفار زي التفار بنا عندنا مدينة ستوكهولم، القطار البرتقالي جميل جدا، مدينة جميلة ورائعة. فيا ريت تشاركونا بآرائكم لأنه آرائكم بتساعدنا على نطور الفيديوهات هاي ونركز على الأشياء اللي بتفيدكم. يعني مش بس هدفنا نفرجيكم الطبيعة، هي طبعا من أهدافنا أنه نفرجيكم أماكن مختلفة، وكل مدينة سبحان الله لها ميزات، كل مدينة بتمتاز في ميزات معينة. يعني حتى السويد نفسها بتوزع الدوائر الرسمية في مختلف المدن. يعني زي هون موجود دائرة الهجرة الرئيسية للسويد، هون موجودة في نور شوبينج. فنور شوبينج موجود فيها المقر الرئيسي لدائرة الهجرة، وفيها كمان سمعت تبعت المناخ، وفيها أكثر من دائرة.
من الدوائر الرسمية الكبرى، يعني هنا بصدروا قرارات الجنسية وهنا بصدروا قرارات دائرة الهجرة والباقي فروع. طبيعة رائعة جدا، سبحان الخالق سبحان المبدع، الله يرزقنا ويرزقكم الجنة. فيا إخواني السفر بيعلمك ثقة بالنفس، بيعلمك بوسع آفاقك، بخليك تشوف الكون بصورة مختلفة، بدل ما تضلك تحكم على البلد بس من خلال مدينة أو من خلال منطقة أو من خلال الحي اللي أنت عايش فيه. فأنت حابس نفسك في الأفكار السلبية، عالم الأفكار تبعك ضيق. كل ما تنطلق بالكون أكثر، كل ما بتشوف أكثر، كل ما بتتعلم أكثر، كل ما بصير عندك مرونة بالتفكير. مدينة نور شوبينغ على بحر البلطيق تقع في، تقدر تقوله في إقليم أوستر جوتلاند في الجهة الشرقية على بحر البلطيق، ويمر فيها نهر موتالا وفي نهر تاني نسيت شو اسمه. احنا قريبين من محطة القطار، فهي تقع في، بتقدر تقولوا في الجهة الجنوبية الوسطى من السويد، يعني جنوب مدينة ستوكهولم على بعد 160 كيلو. فيها جامعات، فيها جامعة بس ما بعرف التفاصيل عن الدراسة فيها، فيها جامعة. الأفضل تدخل على موقع الدراسة في السويد تأخذ المعلومات بالتفاصيل. احنا نتمنى ان شاء الله، يعني يا اخوان الكرام كل ما اروح على مدينة بس ارجع براسلني شخص بقول لي كنت بالشغل، كنت يعني اكثر اللي براسلوني بس اروح. يعني اتمنى كنت التقي مع اخواننا العرب، ما بعرف كلها مشغولة ما شاء الله، العرب تجار، كلنا تجار ما شاء الله، وتحكي مع الواحد بقول لك طفران. مدينة جميلة جدا، خلينا ننتقل فيكم هيك نتمشى، ناخذكم على البلدة القديمة نفرجيكم هالأشياء الحلوة في هالمدينة. فكل ما اروح ازور مدينة بس اروح بالترويحة ببعث لي واحد رسالة، انت كنت في مدينتي ليش ما حكيت وليش ما حكيت. صار لي اسبوع ناشر اني بدي اروح على نور شوبينغ، وبكره ان شاء الله رايح على يافلي، وممكن اروح على يوتيوبوري، انا حاجز بس ممكن اغير مش عارف، بقولوا شوي في مشكلة عشان الحادث القطار اللي صار. فان شاء الله خير يا اخواني الكرام. فاحنا في مدينة نور شوبينغ ان شاء الله نعمل جولة نفرجيكم هالطبيعة وهالورود وهالزهور ونحكي لنا شوي هيك عن المدينة. بس انا بدي اشوف شو توقعاتكم، يعني شو انتم شايفين هاي برنامج الرحلات اللي قاعد نعمل فيها. ان شاء الله ان شاء الله استمتعتوا فيها، وان شاء الله استفدتوا معلومات وشفتوا مدن السويد، لانه في ناس قاعده في عندي صديق تركي بالشغل، بقول له ولك اطلع روح تعال تمشى غير جو، فمسك الموبايل قاعد يقول لي والله انا في منطقه كذا، وقاعد يقلب على الموبايل هاي اني رايح على المنطقه هاي ورايح. ففي ناس سبحان الله ما عنده دافع، ما عنده رغبه، يعني السفر سبحان الله والتنوع بقوي الدافع عندك، بقوي الرغبه للحياه. شوف هالاشكال الورود والتصنيف سبحان الله، يعني المدينة من بدايتها جميلة جدا، تنسيق الورود والزهور شيء مذهل سبحان الله العظيم. يعني زي ما حكيت لكم المدينة من أول ما دخلتها جميلة، فيعني من أولها الواحد صح وقع في حب المدينة هاي. أنا جيتها قبل هاي المرة بس كان عندنا كونفرنس، يعني اجتماعات للشغل، فجيت كنت مو مركز يعني زي ما شفتها. ففي اختلاف لما الواحد يكون متفرغ وبالذات جاي لوحده بيقدر يشوف ويتأمل. نور شوبينغ مظبوط، نحن في نور شوبينغ، رحنا على عني شوبينغ قبل فترة وعملنا منها تقرير. مش نو شوبينغ، نور 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 الشمال، شوبينغ التسوق أو سوق الشمال، نور شوبينغ. ان شاء الله الصوت والصوره واضحين، بعضهم واضحين، كل شيء تمام. بدنا نعمل جوله هسه نتمشى بالبلد القديمه ونفرجيكم متحف المدينه اللي واقع على نهر موتالا. لسه يعني احنا بالبدايه ان شاء الله، ممكن نعمل اكثر من جزء عشان ما يكون طويل جدا. بس شاركونا، بدنا نسمع منكم توقعاتكم، شو رايكم بالرحلات هاي، هل بتعرفوا تحجزوا قطارات، هل عندك جراءه انك تسافر لوحدك.
اكيد في ناس والله كل الفرص بتكون متوفره وبتعرض عليه وبتقول له تعال وشارك خلص. في ناس عندها كسل، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكسل، فللاسف الكسل مرض اذا اصاب الانسان افقد الحماس، والحماس اذا فقد من الشيء ضاعت طاقته خلص، بصير الانسان عباره عن جسد بدون روح زي البطاريه الفاضيه ما منها فايده. في ناس زيك عايشه بس بطاريه فاضيه، بتلاقيه يتحرك وما بتحرك بده دفش. هنأخذ لنا جولة بالمدينة نتمشى نهر موتالا. تعرفوا مدينة موتالا برضو مدينة جميلة وتقع على بحيرة كبيرة، إن شاء الله نحاول نزورها. هاي هون النهر، مدينة جميلة، طبيعة جميلة. أنا لا يا أخي، أنا اللي 20 سنة هون نو شوبينج، هنا نو شوبينج، نو شوبينج نور شوبينج، صارت نو ما بعرف إذا غيروها. اهلا وسهلا فيك اخوي، ممكن تسولف لنا اذا انت موجود بنور شوبينج، او بنقدر نتلاقى معك ان شاء الله بعد ما نخلص او نص الجوله، او بعدين نعمل لقاء معك اذا حاب. هلا احنا يعني جوله هيك في المدينه، نروح نتمشى بالبلد القديمه ونتفرج على هالانهار والمناظر الحلوه الجميله. طبعا طريق البسكليتات وطريق هاي هون جراند اوتيل، هناك النهر وهي الاتجاه هون هاي كمان هون النهر جميل جدا، مدينة جميلة جدا نور شوبينج. يعني أنا قبل هاي المرة حكيت يا إخوان الكرام إنه يعني مدن السويد تقريبا كلها جميلة، فما يزعل الواحد كتير. يعني في ناس بتلاقيها متضايقة ليش مش عايش بيوتوبوري، أو ليش مش عايش بمالمو أو في ستوكهولم، فالخيرة فيما اختار الله. بس إذا أنت احنا بنعمل الجولات هاي وبعديها انت بتشوف شو بتقرر شو بطلع معك، يا بتجي تيجي سياحة يا تنتقل على مدينة تانية. هاي القطار البرتقالي، مدينة جميلة جدا، المدن اللي فيها انهار فيها بحيرات سبحان الله، بالذات بوسطها يعني المدن جميلة، وبالذات كمان إذا فيها بلدة قديمة سبحان الله يعني تعطيها جوهر تعطيها تاريخ. فهاي المدينة من المدن اللي موقعها رائع جدا على البحر البلطيق، بحيرات وأنهار يعني شيء جميل، وكان فيها مصانع عدة مصانع، مصانع النسيج، بس بيحكوا إنه أكثر المصانع أغلقت. فيها دوائر رسمية زي ما ذكرنا زي دائرة الهجرة وكأنه دائرة المناخ مش عارف، في بعض الدوائر يا ريت، وفيها جامعة يا ريت لو حدا معنا، احنا نناشد اخواننا العرب يشاركونا المتواجدين في المدن عشان نعطي معلومات اكثر. شوبينج لازم يكون اسمك، ايش لازم يكون اسمك شوبينج، سوق او التسوق كله شوبينج، لين شوبينج، يون شوبينج، ني شوبينج، ان شوبينج، هذه الجهة كلها بالشوبينج، كلها التسوق. هاي ستراند اوتيل، فندق الشاطئ او فندق الشاطئ. هاي نحن هون على النهر، فرجيكم الجولة هيك لفة حلو فيها، انه كل شيء قريب على محطة القطار، ما بدك مسافة كتير، ما ضروري تركب القطار. هاي هون الكنيسة بوسط المدينة، نحاول نتمشى بالبلد القديمة بعدين نرجع بنعملنا جولة حول النهر. هاي فسطين للي بده يتجوز اللي بده يخطب، هون اللي بده يخطبوا، هون جماعة البنات اللي بدها تخطب، هنفرجيكوا هون. صعب الشغل صح كلامك، كل مدينة بسويد لها جمالها أكيد. شوفوا لي هالفسطين هدول، بس يمكن الصورة مو واضحة كتير، والله حلوين كتير، شكله محل مرتب. وهي هون اللي بده يتجوزوا، ممكن ننفتح نفس الصبايا على الزواج، لانه العالم سكرت نفسها عن الزواج في الزمن هذا للاسف. الاعلام لعب دور كبير في قصص الزواج والقصص هاي. فاليوم ان شاء الله راح نحكي لكم شوي هيك عن المدينه، وبعدين ندردش عن موضوع فقه السفر، عن موضوع السفر وقصر الصلاه.
ايه اسم هذا النهر؟ هذا النهر بتوقع هو نهر موتالا، هيك حسب ما مكتوب في الويكيبيديا، انه فيها نهرين او نهر موتالا، في مدينة موتالا جاي تقريبا بالوسط، فهذا النهر بوصل كمان لمدينة موتالا. هاي الشوارع القديمة، هاي فرجيكم كيف الشارع هذا تصميمه. اذا اندعسنا بنشوفكم بالآخرة، ادعونا ان شاء الله نلاقيكم في جنات النعيم. لا ان شاء الله بناخذ حذرنا. هاي الشوارع هون، هاي الفندق قديم جدا شكله بس حلو. جاء عند النهر، فرجيكم الجهة الثانية تبعت النهر. هذا مكتوب من عام 1993 هون، كنه المطعم او الكافتيريا. هاي القعدة حلوة كتير على النهر، جميل جدا. هاي امبارح لما كنا في سترانجينيس كان موجود. اها خلينا هنفرجيكم النهر الجهة هاي. هذا الجسر اسمه سال ترانجنيس. بس بعدين نيجي بناخذ لنا جوله هون، في نوافير هيك بالمي حلوه كتير، المنظر جميل جدا. فاحنا في مدينه نور شوبينغ اخواني الكرام، مدينه على بحر البلطيق، عدد سكانها 96,000 تقريبا، يعني ممكن زادوا اكيد من 2016، يعني ممكن 100,000. تابعه لاقليم أوستر جوتلاند، أوستر جوتلاند جنوب مدينة نيشوبينغ، يعني بعيدة تقريبا ساعة عن نيشوبينغ، وأقصى الجنوب تبعها كمان توصل على يونشوبينغ. لسه هذيك كمان على تقع على بحيرة كمان، أكيد المدينة هذيك كمان جميلة جدا. إن شاء الله بنعمل لها جولة ونغطيها بإذن الله، بس يا ريت حدا يتواصل معنا عشان بس نحكي لكم عن المعلومات عن المدينة أكثر، عن الدراسة، عن الجاليات العربية، كم عدد العرب اللي هون. ما في مبادرات للأسف إخوان العرب، المبادرات تيجي بعد البث، بس أسكر البث بصير الناس تتواصل معي. أنت كنت بمدينتي وليش ما حكيت؟ مرة أجيت كمان دعتني الشركة نفس القصة، بس روحت وأنا في القطار بلشت تجيني الاتصالات والرسائل، أنت كنت في المدينة وأنت الله ما بعرف شو القصة، يعني شو اللي بالرغم اني صرت قبل فترة، يعني قبل فترة اخطط واراسل. طبعا هون الاجواء زي شهر الخريف، يعني زي فصل الخريف قصدي، تساقط اوراق الشجر بلش. يعني هاي النافورة وقفت، خلنا خدكم نمشيكم في البلد القديمة هلا. شوف هلا المنظر على الجسر ما احلى، تيجي تقعد تتأمل وتتفرج على هالكون. يعني أنا بحاول أجمع شوية معلومات من الويكيبيديا، من جوجل، من اليوتيوب قبل ما أتحرك للمدينة، لأنه ما بعتمد كتير إني ألاقي حدا أو أسأل حدا. يعني لو إنه في حدا بتواصل معنا باستمرار كان خلص بنسلمه زمام الأمور، نيجي على المدينة بنقول له يلا بلش يا أخوي احكي لنا عن هاي المدينة، شو فيها من مدارس، من جامعات، من مستشفيات، من فنادق مشهورة، من متاحف. بس ما في مبادرات للأسف. احنا عشان هيك احنا التكافل الاجتماعي ضروري يا إخوان الكرام، هذا كله من جزء من التكافل الاجتماعي، احنا كله بيساعد بعض. انت لما تساعد بتساعد نفسك، لأنه بكرة ممكن يصير معك مشكلة في المدينة اللي انت عايش فيها وبدك تنتقل او بدك تروح او بدك تتسوح. هاي ستراند أوتيل. انت سوري؟ لا حذر فذر، طبعا اللي بتابعني بيعرف. مكان جميل. هاي هاندلس بانك، كلها ابنية قديمة جدا بس جميلة. يعني انا من الناس اللي بحب الابنية القديمة وبحب الاماكن القديمة، نوعا ما بتشعر فيها روح اكثر من البناء الحديث. طبعا في طريق من هون للنهر، يقدر الواحد يروح على النهر من هون. نوع الهاتف هواوي، هواوي برو شوقي. اخوي محمود كيفك؟ طمنا عن اوروبرو، الامور تمام؟ هاي محطة الباصات والقطارات. يا الله يا كريم.
طبعا هون هون بتشوف من المواعيد، مواعيد القطارات حسب المناطق. زمان جينا هون الشركة دعتنا، كان عندنا اجتماع شركة القطارات. نفرجيكم هون المكان، فلسطيني مظبوط، فلسطيني أردني، ميد إن بلسطينة. حياكم الله جميعا إخوان الكرام، بغض النظر عن البلد احنا كلياتنا إخوة، إخوة في الدين، في الإنسانية، اللي بدك إياه. كنا من آدم وآدم من تراب. وهي هاي الكنيسة سبحان الله العظيم، طويلة جدا. هلا الساعة 4 بترن، تسمعوا صوتها مظبوط، شكلها ما شاء الله كبيرة ضخمة جدا. فرجيكم المكان، هدوء، نظافة، ترتيب، يعني النهر بحيط فيك من كل الزوايا، بتلف يمين بتلاقي نهر، بتلف يسار، سبحان الله، جمال، طبيعة مرتبة، المدينة حلوة، المدينة جميلة. جميلة ولا حلوة؟ حسب. هسه رح تطلع معنا متابعة اسمها جميلة، خليني نقول لك انت شو قصده. عليكم السلام ورحمة الله، من مدينة نور شوبينج. شوفوا لي هالنوافير وهالجمال، هالطبيعة، طلع المي منظفها. اهلا وسهلا اخوي، حياك الله. فرصة سعيدة. في حدا منكم زار هاي المدينة يحكي لنا شو انطباعاته عنها؟ كيف رحلات القطارات؟ كيف شو أحلى إشي بالسفر؟ شو اللي بيختلف رحلات القطارات عن الطائرات؟ يعني بالطيارة حلوة رحلة الطيارة، بس ما بتشوف طبيعة كثير. يعني بالذات رحلات الطائرات اللي بالليل، يعني أكثر الناس قضيها نايمة. إن شاء الله إن شاء الله بزورك محمود، لازم نعمل جولة تانية بالحديقة اللي رحناها. أبو علي السماوي حبيب القلب، الله يسعدك، بارك الله فيك، مكان جميل ورائع. أنا بحب المي، وين ما في مي بتلاقيني رايح لحالي، توماتيك، قوة جاذبية تلاقيني جيت عند المي. اطلع شوي لفوق في محل عربي كله شاورما باتجاه السندروم، والله راع علينا. امبارح ما اكلت في هاي شو اسمها سترانجلس، جبت كعك وما كعك، رحت لقيت واحد عربي او تركماني او اللي بدكم اياه فاتح محل ليفز، رحت اشتريت من عنده شويه كعك وجبنه وشغلات زي هيك. ما عجبني المطاعم كثير، ما بعرف، شعرت الاكل قديم نوعا ما، ما عليها حركه كثير. فاليوم رحت اكلت بيتزا، وجبت معي بيتزا، وجبت معي الكولا، وجبت معي العده احسن لا جوع. فالواحد لازم ياخذ احتياطاته بالسفر، الوضوء، الصلاة. يعني عادة بحجز سفراتي بعد صلاة الظهر، بروح بصلي بالجامع أو بصلي. وموضوع الجمع، موضوع جمع الصلاة، كتير في ناس ممكن ما بتعرف فقه السفر، كنت حابة أسولف لكم عنه، أو أنه يا ريت من إخواننا العرب المغتربين يقرأوا شوي عن فقه السفر بالذات موضوع الصلاة. ها صارت الساعة 4 طنت. أنا من نور شوبينج، شو بتحب تعرف؟ أهلاً وسهلاً أخت فاطمة، والله مدينة حلوة، يعني عجبتني بصراحة. يعني بس لو تحكونا أو يعني تشاركينا شو فيها، مدارس، جامعات، الناس بتسأل عن هاي الشغلات، شركات السكن، هل سهلة صعبة، جاليات العربية كتير قليل، في جمعيات، فيش جمعيات، يعني هاي الأسئلة عادة الناس بتسألها، فرص العمل، في عنصرية، فيش عنصرية، يعني جاوب أي سؤال منهم، بارك الله فيك، تبريض دائرة. يعني المعلومات هاي بتهم كتير، يعني هذا البث إن شاء الله بنحاول عادة ننشره على اليوتيوب كمان عشان يعم الخير. فالناس بتسأل عن في عرب، فيش عرب، فيها عنصرية، فيها شغل، السكن فيها سهل صعب، مواصلات سهلة صعبة، هاي الأمور. لا في ناس، أنا جاي على الجهة الثانية هسه بأخذكم على الجهة الثانية، جهتي ما فيها ناس، هون جاي خروا على الجهة فيها ناس. هي المدينة فيها 96,000 أو يمكن هلأ صاروا 100,000، وهسا أنا أجيت صاروا 101. هاي حلاق شكله عربي هذا، بس أنا دائما عادة بحاول أتجنب تصوير الناس اللي أمامي، في ناس تنزعج.
هون ايش جلاس ماجزين. فبحاول عاده ابتعد شوي عن تيجي الكاميرا بوجه الناس لانه قاعد بحكي، ففي ناس بتنزعج، ناس احنا نعمل طوشه ولوشه. هاي هي الفكره اخواني الكرام، يعني عاده بركز على الاماكن الطبيعيه والاشياء التراثيه والمتاحف والمكتبات والطبيعه والبحار والبحيرات والانهار. فرجيكم هيك لفه مدينه نورشوبينغ، 160 كيلو من مدينه ستوكهولم في الجنوب، أوستر جوتلاند، اقليم أوستر جوتلاند. عيد ساعتين بالقطار. هل عمرك جربت السفر لوحدك؟ شاركونا. شاركتوا سافرتوا لحالكم ولا بتعرفوش تسافروا ولا بتخافوا ولا ما عندكم جراءة؟ طبعا السفر بده ثقة بالنفس انه انت راح ممكن تضيع، بصير تيجيك افكار كتيرة، شو بدي اروح اسوي لحالي ومين بدي اشوف والى اخره. بس لما تبلش تسافر كلها عرب، فيها جامعة الشعب، جامعة اخرى وفيها مدارس كثير ومطاعم عربية، حلو حلو كثير. طب هلا احنا بدنا نروح على البلدة القديمة، مزبوط احنا هيك ماشيين ولا نلف على اليسار؟ نشوف احنا البلدة القديمة في هاي العمار، هاي استاد ميوزيوم، استاد ميوزيوم اللي جاي على البحيرة وعلى النهر. الطريق مزبوط صحيح هيك، لانه هلا فاتحين البث نقدرش نفتح جوجل ماب. احنا هيك باتجاه، لو بس حدا يفيدنا باتجاه اللي هي البلدة القديمة استاد. السكن صعب فيها، بس ممكن اذا واحد عنده فرصة عمل هل بكون السكن له اسهل؟ يعني ستوكهولم حتى لو بتشتغل بدك تستنى لك 7-8 سنين حسب الشركات، الا اذا انت زبطت معك شركة من الشركات الخاصة كان راتبك عالي زي شركة هو اس بي او شركة مثلا شو اسمها هاي الشركة الثانية، في شركات ثانية سكتونا هم وشركة هيسلبي هيسلبي هم والشركات هاي بعضها الشركات خاصة وكانت تستانف في استيكيتر. شكلنا هون قربنا على البلد القديمة ولا هون ولا هون، فنشوف هون شارع اسأل متحف، اسأل عن شارع الملك، المتحف هناك. اللي جاي على البحيرة، أنا قصدي اللي جاي هاي العمارة اللي جاي على البحيرة، شايف هون برضو في حركة، ما أعرفش زي كأنه هذا الشارع تابع، بس أنا بدي المتحف هذا اللي عمارة زي القديمة وفيها قزاز وجاي على البحيرة. هذا المتحف كتير حلو شكله منظره، أنا حاب أظني ماشي دغري. ممكن فيها شغل للي بدور، ممتاز. يعني كم عدد الجالية العربية تقريبا؟ 10,000، 5,000؟ شو أكثر جنسية عربية فيها؟ عراقيين، سوريين؟ يعني في ناس بتهمهم هاي الأعداد وهاي الأرقام، في ناس إذا عرفت إنه عدد جنسيته كتير مهرب، في ناس بيجي بالعكس. لا تهرب من كل العرب. هاي بيتزارية. مواصلات سهلة، ممتاز كثير. هلا عشان تجينا التلفونات، بالرغم انه حط سايلنت، مو عارف شو هاي القصة اللي صايرة. تلفون تمام تمام، ممتاز، معلومات رائعة. والله انا عجبتني هاي نظام المواصلات، يعني حلو فيها القطار هذا. هناك كمان المكان جميل تحت في الأسفل، هاي القطار هذا. أنا طالع على السنتروم، هذا هو، نروح على السنتروم معنا. والله هاي كمان كنيسة هون، ما شاء الله، عمارات عالية مرتفعة قديمة جدا. شارع الملك، خلاص هلا بنشوف. والله الواحد من صار عشان كثير بروح على مدن، صار الواحد رجليه زي الجي بي اس، لحالهم يمشوا لحالهم يلتقطوا المدينة، ما بعرف هيك سبحان الله. بعد يتعود الإنسان سبحان الله بصير عنده إحساس جديد، إحساس بالمكان. كل الحلول الثانية ما لكم زوجية مع مالك.
هاي اخواننا العرب. بقول لكم الواحد بس يتعود على شيء سبحان الله، ويبرمج عقله ويبرمج جسمه ويبرمج افكاره. انت لما تعود نفسك على اخبار بتصير تتوقع الحروب، كل يوم اخبار قتل ودمار وثورات، بصير تتوقع عقلك بصير يتوقع الحروب، بصير اي شيء بصير جنبك بصير تقول انفجار في جامعه ومتحف مقابل بعضهم البعض. ايوه كويسين هدول، هدول محترمين مدام جامعه ومتحف. هلا بنشوف. فاللي متعود كل يوم اخبار وحروب وقتل اكيد عقله راح يتبرمج على العصبيه وعلى التوتر وعلى الضغط. مدينة نورشوبينغ مدينة جميلة، شعارها تاريخية، يعني ما بعرف أي سنة بالضبط مبنية، ما شفت هاي الملاحظة ما قرأتها بالضبط، بس مبين الأبنية قديمة، يعني شكلها من 1300 1600 ممكن 1700. قرأت إنه ممكن بلشت المدينة تتطور المصانع والشركات هاي. طبعا اليوم يا إخوان الكرام في حدث عظيم حدث في العالم، مين بيعرف شو هو يشاركنا؟ اليوم من الأيام المهمة في العالم، طبعاً مهم بالنسبة لي كمان. اليوم بدنا تشاركونا نشوف مين إخواننا بتابعوا. اليوم هو يوم مهم عالمياً، شاركونا شو هذا؟ محل الشاورما وينه؟ وينك وينه؟ هاي هون تبعون شراء العقارات، وين راح هذا؟ حكونا يا إخوان الكرام شو اليوم؟ شو أهمية هذا اليوم عالمياً؟ نشوف بتقرأ ولا ما بتقرأ ولا بتتابعه ولا بتتابعوش. هاي ترافيل ليون بار، لا بناش بارات الله يبعد عنا وعنكم، فوركس حوالات مصاري دولارات. هاي هون لأخواتنا لينسر ومنسر وظافر وقصص، شكله محل مرتب والله، مرتب على المكتب. هذا الشغل هو اللي ماشي هاي الأيام، شغل المكياج والمنيكير والبيديكير. هون بصرا ايش كمان، انا بسودر شوبينج بالجنوب، يعني كم بعيد من هون. هاي فوركس موركس، هاي هون الناس، هون شكله وسط المدينه، يعني هون شعرت حالي زي اوروبرو، زي مدينه اوروبرو، قريب من منطقه الجامعه ومنطقه الدراسه. هاي ماكدونالدز وهي الجاليريات هون، وهي هذا المحل، هذا البرجر مشهور صار. احنا وصلنا عند وسط مدينة نور شوبينغ. خلي السيارات تمر نتفرج شوي. احنا هلا بوسط المدينة، يعني هون تشعر زي المدينة الجامعية، هون بتشعر او وسط المدينة. هورسال كلها بنايات قديمة جميلة جدا، قطارات في حركة هون، الحركة هون اللي بدور على الحركة هي موجودة هون، هون الأكشن، هون كله طلاب شكله. كأنه هون جاليري، هلا بناخذكم جولة بالجاليري سريعة. هاي بلشت تمطر مطر خفيف حلو، هون الطلاب مدارس. ناخذ لنا جوله بالجاليري، مجمع جاليريان نيويورك، محلات كلها متشابهه، تقول انك في نفس المكان. كل المحلات بسويت سبحان الله، بكل الجاليريات ناقص زايد واحد نفس الشيء. هسه في حياه، مدينه حلوه وجميله، مبين الكمون مرتب. لا مدينه والله حلوه ويشتغل، يعني مدينة مو صغيرة، لا مدينة كبيرة كويسة. هاي هذا الجاليري طابقين، مدينة نوعا ما، أنا بقولكم يعني سبحان الله انطباعي، يعني أهم شيء الواحد يوصل لانطباع. أنت لما تنتقل من مكان لمكان عقلك بعطيك إشارات، بقولك مشاعرك، المشاعر بتشتغل. أنا حبيت هاي المدينة، في مدينة فيستروس وهاي المدينة، هدول المدينتين أكثر مدينتين حبيتهم لحد الآن من خلال سفراتي. اسكريستونا حلوة بس سمعت فيها كتير عصابات وقصص، ما بعرف هيك العالم تحكي، بالنسبة لي بس شفتها حلوة، بس هاي المدينة ومدينة فيستروس حبيتهم أكثر. مدينة فيستروس برضو حلوة. يعني جاليري في كل شيء،
كتب ما كتب، مطاعم، كوب، كله إيل جيجانتي. 12 دقيقة. آه كويس، 12 دقيقة قريب. إحنا ستوكهولم مسافات بنمشي. هاي هون هيك. طبعاً في طابق كمان تحت. هاي الأطفال بيلعبوا تحت. أحلى إشي في الدنيا الأطفال. يعني مرات الواحد بيقول يا ريت ضلينا أطفال. نضاف، قلوبنا نقية. سبحان الله العظيم، نقاء. هاي جلاس أولسون. ناخذكم على الجهة الثانية. هون السنتروم، ممتاز. هلا بعدين بنحاول نروح نتمشى على هذيك اللي حكيت لكم عنها، هاي متحف المدينة، جاي على البحيرة، كثير حلوة. بس يعني هينا بنتجول، هاي كمان هناك كمان تكملة للسنتروم، يعني جاي السنتروم سنترومين. جاي نصين. عاملين هناك كمان واصلين ومن فوق جسر. زي ما حكيت لكم هاي مسمينها مانشستر، النيك نيم تبع هاي المدينة مانشستر وبيكينج. ادخلوا على ويكيبيديا واقرأوا عن المعلومات عن المدينة هاي. كاتبين انه هي مانشستر. اوف، واحد سايق بسكليت طاير راح ما يصدمني ببلد صغير. بنت. اوه هون ريحة العطور، هون الشغلات يا اخواني الكرام. اللي متوتر واللي ضوجان واللي تعبان نفسيا يجي هيك محل، هذا المحل. الرائحة سبحان الله. انا من برا وعمل لي اتراكشن، جذبني حسب اغنية، جذبني وجذبته، مش عارف شو هي الاغنية نسيتها. فالريحة تلعب دور كبير في المشاعر. واخونا تبع أبسالة يا اخوان الكرام، برضو أبسالة من المدن اللي حبيتها كثير. صحيح نسينا أبسالة، حياة الطلاب. أبسالة كمان مدينة كثير رائعة من بدايتها، جميلة جدا. بس هاي المدينة ممكن بتقدروا تقولوا لحد الآن من المدن اللي زرتها ممكن رقم واحد. برضو نيشو بنك حلو، يعني كلهم حلوين، كلهم كل واحدة سبحان الله زي ما حكيت لكم فيها ميزات. بس الجاليري تبعها أوسع، أكبر من المدن الثانية. ما حكت أي جالية عربية، صح سألنا سؤال بس سقط سهوا. حلو، في طابق ثاني فوق، جميل جدا. الجاليري حلو كثير، مرتب، راقي. يا ريت أختنا بس تشاركينا شو أكثر جالية فيها مساجد. يعني بتعرفوا اخواننا، يعني احنا مش اجينا على الغرب كمان نترك الصلاة، يعني موضوع الصلاة مهم جدا. فاذا فيها مساجد، مراكز اسلامية، جمعيات عربية، نشاطات، تعليم قرآن، تعليم لغة عربية، يا ريت. اذا في روابط، روابط سكن، الناس تبحث عن سكن، تبحث عن عمل، اذا في روابط مواقع، صفحات فيسبوك الى اخره، شاركونا. اللي بيعرف يشارك. خلنا ناخذكم برا هسا. طبعا الجاليري حلو كتير، بده وقت حتى نتمشى فيه، نحاول نختصر. بس حلو الجاليري، يعني هاي الجهه احلى من هذيك الجهه الاولى، القسم الاول كتير حلو. هذا الجهه زي المطار، يعني الارضيات بتلمع لمع، ارضيات رخاميه جميله جدا، تضوي ضوي زي ما بيحكوا عنا، ابلطفي بضوي بطفي، تضوي ضوي، حلوه كتير. هاي الاكسسوارات مندوره ومندوره، شيء حلو. الله يسعدك ثرى وثريا، شكرا كثير لك. هاي تيلي تو تلفونات، هاي كمان قسم ثالث يا حبيبي. هذا الجاليري جاي زي السفينة، ثلاث أقسام. هاي هنا السينما، بحب الأفلام، فيلم ستادين، فيلم ستادين. هاي القسم الثالث تبع الجاليري. يلا بندخل من الجاليري، بعدين بنطلع على الشارع على اليمين نفرجيكم عشان الجاليري. مطاعم موجود، هي شكلينج كيباب، ايش كيبابين، كيبابين. هذا هون شكله عربي، والله هون في عرب. هي هون العربية، هاي الصالونات. ها انت والله شكله، هاي ايش اسطنبول كيباب. حلو حلو، هون مرتب. اقول لكم المكان كثير حلو، واسع، جميل جدا. فيها مسجد عائشة حلو، ومسجد للصومال، ممتاز، جميل جدا. وشو أكثر جالية؟ سألوا الإخوان شو أكثر جالية حسب علمك. معلش غلبناك يا إحنا، تحملينا.
بارك الله فيك، ان شاء الله في ميزان حسناتك. والله هذا المحل كثير حلو، ملابس رائعه جدا، كثير كثير حلو مبين عليه. لازم الواحد يعمل تغيير. 799. هذا المحل ايش؟ هاي ادوات منزليه، صحون وطناجر وشغلات زي هيك، كفاي وما كفاي والهوئم، هاي المحلات. هنا شكله شغلات طبيعية، حلو. فيها مدرسة النور الإسلامية وفيها نشاطات مختلفة. والله مدينة رائعة، يعني ما شاء الله كل شيء. هذا الجلل لوحده مسلي، يعني واحد يجي يتمشى فيه شوي شوي ويتمشى عند النهر وخلصت. يعني شو فكرك جماعة ستوكهولم طول النهار قاعدين بين هالشواطئ وبين هالبحيرات؟ والله لفيت معظم ستوكهولم، نادرا ما تشوف اخواننا العرب، يا بتلاقيهم عند البحيرات بس بالأراجيل، يعني قله قله. فلا تنغروا انه عايشين يعني بستوكهولم، انه صوره صورتين بقملستان، يعني انه طول النهار بقملستان. لسه هون هاي كمان قسم رابع يا حبيبي، لا كثير هيك خلاص، هاي قسم رابع، انا خايف كمان في قسم خامس. هاي هذول الله يعينهم. اوه في ريحه حلوه هون. قسم رابع يا اخوان الكرام، تكمله للجاليري. بس خلص بكفي، بدنا نخلينا برا شوي نتمشى قبل ما لما تشتي الدنيا بندخل جوا. السيريان موجودين، في موجودين من زمان. اها حلو، يعني تقريبا كان بيجوا العرب اللي موجودين فيها. هاي كمان كنيسة فيها عدة كنائس، شكل المدينة جمعتها نوعا ما يعني متدينين زي ما بحكوا. فيها كنائس كثيرة، شكلها كانت يعني قديما مهتمين في موضوع الدين. موسي السلام عليكم، اسم المدينة نور شوبينغ، مدينة جميلة ورائعة جدا، مدينة موجود فيها دائرة الهجرة، الموقع الرئيسي. نشوف هون هاي بسطات الخضرة، نرجع لفينا من عند الجاليريات، نحاول رد نرجع على السنتروم من عند الطلاب. مش عارف رد نرجع من نفس الشارع هاد لهون، في حديقة شاعر بسطات الخضار هون. هاي ستاديوم، هاي الكنيسة المركزية سنتروم شيركن. وجهك على المكتبة، يعني بعد المكتبة عم نرد نرجع للبلدة القديمة. وين البلدة القديمة؟ نرجع رجوع هيك كويس، نرد نرجع على الشارع الوسط اللي هناك ونمشي فيه دغري، توقع هناك. الله يخليك، احنا نرتاح بنشوفك. تذكر في ايام حلوه في السويد كنا فيها، بارك الله فيك. ان شاء الله ان شاء الله ترجع الايام الحلوه دائما باذن الله. هاي هنا في شركات كثيره ومؤسسات كثيره في العماره هاي برضو. خلينا نرجع عند النشاط، وين في موجودين الشباب والطلاب هناك. سبحان الله بتشعر في الحيويه، بتشعر بالنشاط، بتشعر حالك رجعت شاب. ما حكيتوا لي اليوم شو هو اليوم المناسبة العالمية؟ طبعا في مناسبة شخصية وفي مناسبة عالمية، احكوا لنا شو المناسبة العالمية. هاي فلور شيء حلو ومرتب، هي هي والله شكله مرتب هذا المحل. هي الشوارع كلها ورد، يعني كمان بده الواحد كمان ورد، والله زيادة الخير خيرين. شوف هالوردات كيف متعوجين حلوين. احكوا لنا شو المناسبة العالمية اليوم. هيني انا بالاتجاه المعاكس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من نور شوبينغ، انا من عند الوردات. احكوا لنا شو المناسب اليوم. هاي هون محل الورد، ان شاء الله ربنا يجعل جميع ايامكم ورود وزهور ويرزقكم جنات النعيم ان شاء الله. من مدينه نور شوبينغ
في حديقة حلوة عند المحطة، عند المحطة كنا عند المحطة وتمشينا، صح كلامك مزبوط. بس بدنا نعرف شو اليوم، يعني 2/9 شو هذا الذكرى اليوم، ذكرى مهمة في العالم عالميا. ما بعرف تتابعوا التاريخ انتوا ولا بتتابعوا الجغرافيا ولا بتتابعوا ايش، بس يا ريت نشارك بعض عشان نستفيد ونفيد بعض. هاي الرجال قاعد بركب ضواو، خلينا نشوف كيف بركب الضواو. هلا بدنا نروح من هاي الجهة احسن. هاي خلص يمكن بلش يركبوا تبع راس السنة من هسه. خلينا نتمشى هون بالشارع هاد. يا اخي ما بعرف، في بعض العرب او بعض الجنسيات بس يجي وجهه بالكاميرا بيعبس بزعل، تقول انه عملت له احتلال، يعني انه يطلع بالكاميرا سبحان الله. هي سويديين بيجوا بوجهي، وفي منهم بيبتسم، في منهم بضحك، في منهم ما بعرف. احنا جماعتنا بس يجي في بعض العرب او بعض الجنسيات بس يشوفني ماسك التلفون زي هيك واجا وجهه بالكاميرا بزعل بيعصب، بتطلع علي نظرة انه تقول انه اخذت حقوقه المغتصبة. ما بعرف، عندنا عقد للأسف لحد الآن. في ناس عايشة بالغرب صار لها سنوات طويلة بعدها العقد تبعت الوطن العربي شغالة معه، بعدنا مش قادرين نعيش بسعادة واستمتاع. أصلاً السعادة مهارة. في ناس والله هاي شينا تي كرونر ناي والله يا هار انت فيكسلا يا فيت انت يا كولا ما كانش سيد يا هار فهم. اوكي تاك 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 هيدو يا الله. فاخواني الكرام يعني السعادة مهارة، يعني مو شرط انت تعيش بسويد ولا بألمانيا ولا بهولندا، مو شرط كبير، هي عامل من العوامل اللي بتساعدك. بس والله بشوف جنسيات يعني بالذات من جماعتنا للأسف بتلاقيهم الواحد فيهم ربنا منعم عليه وشغل ومصاري وكل اشي، وبتلاقيه للأسف بعده بوزه وشبرين. بلشت الاتصالات. طيب احنا نحاول هسا نعمل الجزء الثالث، نحاول نتمشى هون بس بدي اوصل للمتحف الحلو كتير. من عند المتحف بحاول افرجيكو، بدي احاول اتمشى بالبلدة القديمة واعملكو الجزء الثالث بالبلدة القديمة وعند البحيرة او عند نهر موتالا، مكان جميل جدا. بس نفرجيكو هذا الشارع عشان نخلي كل جزء هيك مو طويل كتير. هاي هون شوف الطلاب، قلت لكم هاي مانشستر سويدن، هاي اسمها مانشستر المدينة، نيك نيم ويكيبيديا كاتبين عليها مانشستر، فعلا تشعرها زي مانشستر. هاي المطاعم وهاي المحلات، هاي شوف الطلاب، فعلا مدينة طلاب، كله طلاب، قطارات بوسط الشارع بتشبه مانشستر فعلا الشوارع هاي. هاي هون كمان فيلم ستادين. فالشوارع سبحان الله يعني شعور رجعتني لأيام مانشستر، أنا عشت بمانشستر 3 شهور. فبتشعر سبحان الله المدينة فيها طلاب جميلة ورائعة، فيها نبض، فيها حياة، فيها روح الشباب، تجمع القدم والحداثة. إخواني الكرام اليوم هو ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية اللي توفى فيها بين 50 إلى 85 مليون. اليوم ذكرى 2 سبتمبر 2 أيلول، ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية اللي توفى قتل فيها بين 50 إلى 85 مليون، أكثر حرب في العالم يتوفى فيها في العالم. فاليوم ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى الثانية، بدأت عام 39 1 سبتمبر 39 وانتهت عام 1945. فننهي الفيديو هاد ونرجع بالجزء الثالث بعد قليل، بس نعمل اتصالات، نتصل بالأمورة والأهل، نرجع لكم بالجزء الثالث. هاي نحن هون عند السينمات، وبعديها بنحاول نتمشى نشوف وين جملستان بالشكل الصحيح. نرجع لكم بعدين إن شاء الله، خليكم معنا، تابعونا بعد شوي.